الله يسعدك، ربنا يحفظك. هنسألك متابعة عشان لو في حاجة وكده. حد عنده أي أسئلة يا جماعة؟ حد عايزة تسألي سؤال أنت تاني ولا كده؟ يعني بس كتير لك، شكرا كتير، الله يسعدك، شكرا ربنا كتير على يحفظك. جواباتك الحلوة. الله يخليك، الله شكرا، يبارك فيك، أنا اللي الله فخور يوفقك يا بمعرفتك. رب، شكرا الله لك. يسعدك، ربنا يحفظك، ربنا يبارك فيك. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. دكتور أحمد عطية. الله لا، يحفظك. عليكم السلام دكتور أحمد. والله مش إنسان، كان عندي إسهال النهاردة، والله بقالي 3 أيام وعملت كل حاجة وبتمنى غير لو عندك ربنا اسهال يشفي. خليني اقول لك علاج الاسهال سريعا. خليني اقول لك علاج الاسهال. اول حاجه، وارد ان الاسهال اللي يكون عندنا ده بسبب الديدان اللي موجوده عندنا، فبتجيب حاجه من الصيدليه اسمها ستريبتوكين. بتجيب حاجه من الصيدليه. جيب ورقه وقلم واكتب الكلام اللي انا بقوله ده عشان مهم. اي تمام، والله انا لسه دلوقتي عامل نشا على ليمون وخدته. النشا والليمون، خلينا انا اقول لك على الاغذيه اللي انت تركز عليها علشان الاسهال ده يروح بسرعه. تمام، بص، الاسهال احنا بنحتاج له نظام اسمه نظام بريت، كتبته مره قبل كده بس برضه هكتبه لك تاني. بص ركز معايا، النظام ده احنا بنسميه نظام بريت. نظام بريد ده بشكل مختصر عبارة عن حرف البي هنا اهو، اللي هو البنانة، اللي هو ايه؟ البنانة اللي هو الموز. البنانة، الموز. ركز معايا، حرف الار، حرف الار اللي هو الريس، اللي هو الارز. تمام؟ تمام. الرز اللي هو الريس. حرف الايه اللي هو الابل، اللي هو التفاح، او اللي هو التفاح او الكمثرى. تمام. تمام. اللي هو التفاح او الكمثرى، بس بننزعهم من الجلد والقشر بتاعهم. دي نقطه مهمه جدا، تنزعهم من القشر بتاعهم، لان القشر يزود من الحركه الدوديه للامعاء فيزود الاسهال. نشيل القشره بتاعتهم سواء كان تفاح او كمثرى وناكل. ده كده تالت حاجة هناكلها في الأكل بتاعنا. أنت عشان تتخلص من الإسهال لابد الأغذية دي فقط اللي هتاكلها لمدة 3 أيام، كل حاجة بتروح لحالها. تمام؟ تركز على هذه الأغذية. يبقى البي اللي هو البنانة يعني الموز، الآر اللي هو الريس يعني الرز، والإي اللي هو الأبل التفاح أو الكمثرى، والتي اللي هو التي اللي هو الشاي أو التوست. ده كده بشكل مختصر، ده كده بشكل مختصر النظام الصحي اللي المفترض تمشي عليه لو عندك اسهال. المفروض تكون ماسك ورقه والقلم زي ما انا ماسك كده وبتكتب ورايا الحاجات اللي هتاكلها. اول حاجه الموز. تمام، عرفت. اول حاجه الموز. عرفت تاني كده. حاجه الرز، الموز. تاني حاجه موز الرز. ورز، موز ورز وتفاح وشاي او توست وشاي وتوست. ديت الحاجات اللي هتخلي الاسهال من عندك يختفي. تاني حاجه، اهم حاجه مع الاسهال، تشرب سوائل كتير على قد ما تقدر، شرب الميه وشرب العصاير على قد ما تقدر. طب ليه؟ علشان نعوض الاسهال، ما بينزل بياخد معاه الفيتامينات، فعشان ما يحصلكش هبوط، ما يحصلكش دوخه، عشان ما تتعبش، محتاجين الفيتامينات ديت نعوضها عن طريق العصاير والمشروبات. الميه، تشرب ميه على قد ما تقدر. واخر حاجه انصحك بيها، جيب ممكن تجيب دواء مثلا ستريبتوكين ولا شيء تستخدمه برضو، ده هيخلصك من المشكله بشكل اصعب. بدل ما بناكل 3 وجبات او وجبتين كبار جدا، بدل ما بناكل وجبتين كبار جدا، لا، هنخلي الوجبتين دول هنقسمهم ل5 وجبات في اليوم. يعني نقسم الوجبات بتاعتنا، ما تاكلش كميات اكل كبيره مره واحده باي حال من الاحوال، بتاكل كميات اكل صغيره وتوزعها على مدار اليوم. انا اساسا ما باكلش غير طاقتين، 2، واحده الصبح وواحده بالليل. لا، ما ده غلط، ده غلط. الطاقه بتاعت الصبح ديت هتقسمها لوجبتين. الطاقه بتاعت الصبح هتاكل نصها الصبح، وهتأخر الوجبة التانية ديت على الظهر كده تاكل.
والوجبه بتاعت العشاء دي هتاكلها برضو على مرتين، مره مثلا ما بين الظهر والعشاء مثلا، هتاخد نص الوجبه بتاعت العشاء وتقسمها، يعني هتقسمهم لاربع وجبات او خمس وجبات. الوجبتين اللي انت بتاكلهم دول هتقسمهم على خمس وجبات يوميا، هما نفس الوجبتين لكن هتقطعهم. ليه تقعد وتتلس؟ معدتك مش مستحمله، معدتك صغيره مش مستحمله اللي انت تدخل فيها كميه اكل، فانت محتاج تاكل كميات اكل بسيطه. على فكره مش كميه اكل ولا حاجه، انا ما باكلش غير رغيف، رغيف ونص. تمام، رغيف ونص كتير برضه. رغيف مش ونص، هو رغيف ونص قليل؟ رغيف ونص مش قليل، كتير. الاصل تاكل نص رغيف، تاكل نص رغيف، الاصل ان انت تاكل نص رغيف وبعد 3 ساعات تاكل نص رغيف تاني، وبعد 3 ساعات تانية تاكل نص رغيف تاني، يبقى الرغيف ونص اللي انت بتاكلهم تقسمهم على 3 وجبات. فهمت؟ والطبق الطبق اللي انت بتاكله هتقسمه على 3 مرات، بدل ما طبق كبير لا، او نص طبق كده لا، يبقى ربع طبق، يبقى 3 معالي، يبقى معلقتين، وهكذا. قسم وجباتك، معدتك هترتاح، هتشتغل بالراحه، يعني هتشتغل على مهلها، هتشتغل بفاعليه، ما فيش اضطرابات هضميه، ما فيش اي مشاكل صحيه. دي نقطه مهمه جدا، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ايه، ما ملأ ابن ادم وعاء شر من بطنه بحج ب ب يعني بحسب ابن ادم لقيمات، لقيمه رغيف ونص لقيمه، ده لق، ده مش لقمه حتى، لقيمه. ما اقول لك نص رغيف يعني انت كده بتفتري، لكن انت مفكر ان انت بتاكل رغيف ونص وبتقول ما باكلش. لا يا حبيبي، الاكل زي ما احنا بنقوله كده اهو، لقيمات يقيمن صلبه، يعني نص رغيف وبعد نص ساعه وبعد 3 ساعات ناكل نص رغيف تاني، وبعد 3 ساعات تانيه ناكل نص رغيف تالت، وهكذا لقيمات. واكل المسلم اذا جاع، يعني تاكل نص رغيف وهتجوع بعد 3 ساعات تاكل نص الرغيف التاني، بعد 3 ساعات تجوع تاني تروح واخد نص رغيف التالت، يبقى انت كده خدت رغيف ونص اللي انت بتاكلهم الصبح على 3 وجبات، واسمه اكل صحي، والمعده بتاعتنا شغاله باريحيه، مش تعبينها من خلال الاكل اللي احنا بناكله. تسلم، الله يفتح عليك. الله يبارك فيك. لا انا بشرب نعناع على ليمون. بشرب نعناع على ليمون. بتشرب نعناع على ليمون، مفيش مشكله، كويس برضه. النعناع بيهدي، بمضاد للتشنجات، النعناع مضاد للتشنجات، والليمون فيتامين س، فيتامين سي، علشان عشان يزود المناعه بتاعتنا شويه، وايضا بيساهم في علاج الاضطرابات الهضميه. تسلم، انا اتشرفت بيك واحلى متابعه ليك. الله يسعدك، ربنا يحفظك. عملت لك متابعات عشان لو في حاجه وكده.